من هنا يذاع أثير راديو الشباب الرشيدي عبر الويب، إذاعة تجمع بين الترفيه والتوعية. هنا تذاع وصلات تحسيسية حول خطورة التدخين، مجموعة الإذاعة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نافذة أخرى يطل من خلالها هؤلاء الشباب للنشر التوعية. الميساج اللي كان وصلوا الشباب، مادام أن نهار السبت غيكون واحد اليوم عالمي لمكافحة أو لمحاربة داء السرطان، كان نمرر واحد دي ميساج بالنسبة للشباب، كنقول لهم ما يدخنوش، كنقول لهم يحاولوا يبتعدوا عن التدخين. الميساج اللي غادي نوجه للشباب من خلال الراديو ومن ميساج شخصي، كنقول للشباب يعني يحاول قدر المستطاع يبعد على التدخين، وان شاء الله يكون حاضر معنا في الراديو السبت لوكات في فغيه، وان شاء الله يكون يستفدوا من الحملة اللي غادي نديروا ان شاء الله على في الراديو ضد لا يتجادل اثنان حول خطورة السجارة، فهي السبب الأول لعدة أمراض خطيرة، والدراسات العلمية أكدت أن عشرات أمراض السرطان يتسبب فيها التدخين، ويتضاعف خطر الإصابة بهذه الأمراض كلما دخن الشخص في سن مبكرة. التدخين الأضرار التي تبدأ من الفم حتى الآخر خلية إلى صح التعبير ديال الإنسان، وبالتالي جميع الأجهزة ديال الإنسان تتقاس، وغادي نبداو بالفم، الأسنان والفم تتقاسوا مثلا بتعفنات في الفم والأسنان، تيكون تلون الأسنان والشفتين، تتكون رائحة كريهة في الفم، تتكون التهابة للثاء وتتسقطو الأسنان. خاصة تعرفوا أن يوم السبت هو يوم يوم غد يخلد المغرب، إذا كما باقي دول العالم اليوم العالمي لمحاربة داء السرطان. داء خبيث تشكل السجارة واحدة من مسبباته الرئيسية. الرسالة إذا واضحة، التدخين مضر بالصحة، فلنقلع عنه جميعا. وفي